هو العنوان فأت إليه هيا ومد كما أمد أنا يدي وعب من اليواقيت اللآلي لتحيا في البرية لؤلؤيا لتحيا في البرية لؤلؤيا فلم أك بالغني عن الدراري ولم تك عن جواهره غنيا هو الشعر السكوب بكل معنى ونثر ضوع الدنيا زكيا ونثر ضوع الدنيا زكيا هو العنوان. من معاني الأدب الخلق. قال الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وفي صفة الصفوة لابن الجوزي قال عبد الله بن المبارك: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. حي هلا. هو العنوان. رأى رجل امرأة فقال لها: كم أنت جميلة. فقالت له: ليتك جميل لأبادلك الكلام ذاته. فقال لها: لا بأس، اكذبي كما كذبت. ورأى حكيم رجلا يضرب زوجته فقال له: العصا للبهائم، أما النساء فتضرب بالنساء، يقصد أن يعدد على زوجته. فقال الرجل: لم أفهم. فردت الزوجة قائلة: أكمل الضرب ودعك من هذا الغبي. التقى الجاحظ بامرأة قبيحة في أحد حوانيت بغداد فقال لها: وإذا الوحوش حشرت. فنظرت إليه وقالت: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت. فقال: لو كنت كما تكونين لما ترككِ المبصرون لي. حينها قالت: ابتلاني الله بعماك وقبح لسانك. ويروى أن رجلا قال لامرأته: ما خلق الله أحب إلي منك. فقالت: وما خلق الله أبغض إلي منك. فقال: الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين. هو العنوان. قد يتحرج الكثير من الرجال، ولعلي أحد أولئك، عند روايته شعر الغزل ويجعله من الذرائع التي تسد حياء، بينما شهد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته شيئا عظيما من هذا الغزل بغير نكير. فالغزل هو الحديث إلى النساء كما قال ابن منظور في لسان العرب، ويقال الحديث إليهن حديثا محببا بذكر محاسنهن. والخلاصة في الشعر كما يقول أبو قيس: ثمة فرق بين إنشاء الشعر ورواية الشعر. أما إنشاء الشعر في أصله مباح بالإجماع، وأتى بضلال من يحرمه. هذا في الشعر من حيث كونه شعرا، وأما شعر الغزل فأباحه العلماء، إلا أن يكون في معينة أو أن يكون إفحاشا، فهذان محرمان. وجعلوا من التعيين ذكر قرينة تدل على معينة، وليس من التعيين ذكر أسماء لا يراد بها معينة. هذا في إنشاء الشعر. وأما في رواية الشعر فتجوز في كل الأبواب ولو كانت فحشا. قال ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر أصناف ما لا يجوز من الشعر إنشاء: والهجاء لمسلم أو ذمي، أو أراد المتكلم هجاء لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد به أو لتعلم فصاحته وبلاغته. ويدل على ذلك أن وصف المرأة كذلك غير مانع ما سلف في كتاب الحج، غير مانع ما في كتاب الحج من إنشاد أبي هريرة رضي الله عنه وهو محرم: قامت تريك رهبة أن تصرما ساقا بخنداتا وكعبا أدرما.
ومما يقطع به في هذا قول كعب بن زهير بحضرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. وكثير كذلك في شعر حسان من هذا كقوله: وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكير: تبلت فؤادك في المنام خريدة تشفي الضجيع ببارد بسام. هو العنوان. أفلس من ابن المذلق، روي بتشديد اللام وكسرها وفتحها كذلك، ويروى ابن المدلق بالمهملة. قال صاحب جمهرة الأمثال في ابن المذلق هذا: هو رجل من عبد شمس ابن سعد بن زيد مناه، كان لا يجد في أكثر أوقاته في بيته قوت ليلة واحدة، وكذلك كان أبوه وأجداده. فقال الشاعر عن أبيه: فإنك إذ ترجو تميما ونفعها كراج الندى والعرف عند المذلق. وذكر ابن يعيش في شرح المفصل أن آباءه وأجداده كانوا معرقين معروفين بالإفلاس، يقولون أن ابن المذلق مفلس، فقلت لهم: إفلاسه عشر إفلاسي، على قدم يسعى إذا ما يزوره، وإن زارني يسعى على العين والراس. كذا تضرب العرب المثل في الإفلاس فتقول: أفلس من عريان بن شهلة، وهو رجل من طي لم يزل مفلسا. وروى ذلك ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أن ابن شهلة هذا لم يزل يلتمس الغنى حيث كان، فلم يزده التماسه الغنى إلا فقرا وفاقة وحاجة حتى مات، فقالوا: أفلس من العريان. زعيمة الباروني، رائدة الأدب النسائي في ليبيا، وشريف الجيادي، حاملة لواء هموم المرأة في باب الأدب، الأديبتان الكاتبتان الليبيتان. ولدت السيدة زعيمة في جادو إحدى قرى جبل نفوسة سنة 1900، وتلقت دراستها الابتدائية باللغة التركية في إسطنبول، حيث نشأت في أسرة تهتم بالعلم، أسرة سليمان باشا الباروني. كان دخول زعيمة الباروني ميدان الكتابة والنشر من العلامات البارزة التي سجلتها فترة الخمسينيات، فقد أطل عام 1955 ليمنح المشهد الثقافي الليبي إنتاجاً لامعاً بارزاً قوياً رفيع المستوى لهذه السيدة الأديبة. فقد نشرت قصة فزان البعيد، وتوالت قصص السيدة زعيمة في مجلات وجرائد ليبية متنوعة، منها صوت المربي وجريدة طرابلس الغرب. ومن ضمن مؤلفاتها أبي كما عرفته، وهو كتاب تناولت فيه حياة والدها سليمان باشا الباروني المجاهد الأديب الشاعر، وورثت زعيمة الروح الفدائية عن والدها العظيم إلى أن توفيت يوم الاثنين في 10 مايو 1976 رحمها الله تعالى. أما الأديبة شريفة فتعتبر إحدى أبرز الكاتبات الليبيات، بل وتعد من أغزر الكاتبات الليبيات كتابة، وقد تنوع إنتاجها الإبداعي بين أجناس القصة القصيرة والرواية والخاطرة والمقالة والدراسة النقدية والتوثيقية، وبلغت مؤلفاتها حوالي 13 إصدارا. راهنت في كتاباتها على المرأة في ليبيا، وعبرت عن هواجسها بناحية أدبية وبصورة بارعة في الكثير من إصداراتها التي زينت المكتبة الليبية، منها هدير الشفاه الرقيقة، وكأي امرأة أخرى، ونفوس قلقة، وهكذا صورت المرأة نفسها. كما اهتمت شريفة بالسياسة، ففي كتابها رحلة القلم النسائي الليبي كتبت أن الليبيين شطر هذا العالم قريبه وبعيده، ولا بد
أن نهضم كليبيين، هذه الحقيقة، ونتصرف على أساسها، في إشارة منها إلى سياسة الانغلاق التي تبناها نظام القذافي منذ وصوله إلى السلطة عام 69 وتسعمائة وألف، إلى أن توفيت شريفة في ديسمبر سنة 14 و2000، فرحمها الله. هو العنوان. شاركت قبل نصف عقد في مسابقة كتبت فيها نصين مترادفين، أولهما بالفصيح العربي والثاني بالشعبي الليبي، كلاهما يدور حول الصلح والإصلاح. من بين الأبيات في نص القصيدة الفصيحة: في صفحة الدهر تذكير بما كان، فاقرأ أخي صفحة التاريخ إمعانا، ماذا جرى في زمان سالف ذهبت به الدهور، وكان اليوم ما كان، هل نال تغلب من بكر برمتهم يوم البسوس إذا لم تبق إنسانا، وهل جنت حربهم يا قوم مكرمة غير الضراب على الأعناق إثخانا، والأربعون مضت بالقتل كم سفكوا حتى تفانوا وصار القوم عنوانا، وداحس الأمس والغبراء ما عقلوا فأقرضت حربهم عبسا وذبيانا، وثأر عروة 70 بها نقموا من أصفهان، فراح القوم نسيانا أوس وخزرج دون الصلح ملحمة حتى إذا جاء عاش القوم إخوانا، يا أهل لا تقطعوا أرحامكم عبثا، عودوا إلى النبع إسلاما وإيمانا، والصلح خير، كتاب الله دونها، فلتقرأوا آيه نورا وبرهانا. أما أبيات القصيدة الشعبية ففيها: تلقوا انتقروهن أيام زمان الصلح خير قايلها الله سبحان، أقرأ زمان الماضي صاير خلاف ودي واجد فاضي، تغلبوا بكر اللي بسوس تراضي في ناقة مشوا موتى بلا حسبان، اقتال 40 وما خذوا له وعاضي من بو عبادة كي طلب لامان، وداحس اللي انقرضوا اللانق راضي وغبرة تفانوا عبس والذبيان، وثار اصفهان عروة خضاه وخاضي 70 عام ما راحوا اللان سيان، وخزرجوا أوس حروبهم في الماضي جاء الصلح خلاهم اسماح اخوان، لا دخيل والف بينهم لا قاضي الا الصلح من الهادي، ولد عدنان ونال حرب زادت يا قرين غياضي، الريد صلح في بلادي تعود حنان الصلح في كتاب الله، زيني راضي جميع من نهج الإسلام والإيمان، والسلام عليكم. هو العنوان فأتي إليه هيا، ومد كما أمد أنا يدي، وعب من اليواقيت اللآلي لتحيا في البرية لؤلؤيا، لتحيا في البرية لؤلؤيا، فلم أك بالغني عن الدراري، ولم تك عن جواهره غنيا، هو الشعر السكوب بكل معنى، ونثر ضوع الدنيا زكيا، ونثر ضوع الدنيا زكيا، هو العنوان.